يبحث رول مرتين. عندنا رول مهمة قلناها سابقا، اسمعني شوي. امنع كلام الجري، قلنا مرة تانية لو احنا عندنا A over B equal C over D، هذا ليس معناه ان الـ A equal C او الـ B equal D. ما ده معناه ايه؟ معناه ان الـ A equal C times any constant اللي سميناها ايه؟ والـ B equal نفس الـ constant times الـ D. تمام؟ الـ constant ده اي real number ما عدا الزيرو، اي real number except ايه؟ except الزيرو. فبالتالي هنا لما اجي احل السؤال ده، الراجل قال لي 4A equal يا استاذ 3B، يبقى هنستنتج هنا ان الـ A over B equal مين؟ 3 over 4 خلاص. يبقى نستنتج ايضا ان الـ A equal 3M والـ B equal مين؟ 4M. وليس الـ A equal 3 فقط ولا الـ B equal 4 فقط، لازم ايه؟ 3M و 4M. هنرجع نعوض هنا بقى، تعالى عوض كده بقى عشان نحسب. دي 4 مين؟ يعني 4 تايمز مين؟ 3M مش تايمز 3 فقط، بلس بلس مين؟ B، والبي عندنا هنا ايه؟ 4M اوفر 2A يعني 2 تايمز 3M ماينس مين؟ B اللي هي 4M. تعالى جمع بقى على مهلك، عايز حد بيعرف او حافظ التيبل كده. 4 تايمز 3 ام يبقى 12 ام بلس 4 ام اوفر 2 تايمز 3 6 ام ماينس 4 ام. ينفع اكنسل ال 4 ام دي مع دي؟ قلنا ما ينفعش، كان في بلس وايه؟ امال هنعمل ايه؟ لازم نعمل اديشن وصلناش. 12 ام بلس 4 ام يبقى 16 ام، 6 ام ماينس 4 ام يبقى 2 ام. الام هنا تتكنسل مع الام، يبقى الريميندر عندنا 16 اوفر 2 يعني ايكوال. لو حد مصحصح بالنسبه للسؤال الثاني، بي سكوير ماينس اي سكوير اوفر اي سكوير يا باشمهندس ماينس بي سكوير، لو حد مصحصح ايه العلاقه بين دول؟ حد كده مصحصح ايه العلاقه بينهم؟ دي مش علاقه بينهم، انا عايز علاقه بين دول. دول ادتك من زيرو صح؟ دي بي سكوير ماينس اي سكوير ودي اي سكوير ماينس بي، فعلا دول كده ادتك من زيرو، يعني لما نعملهم ديفايد هدينا ايه؟ نيجاتيف 1. اي نمبر والادتف انفيرس بتاعه لما نعملهم ديفايد هدينا نيجاتيف 1، تعالى احسبها كده هتطلع نيجاتيف 1، ودي حاله بظروفها كده اهو. الراجل هنا قال لنا مين؟ مين؟ بي باور 2. قلنا البي بكام عندك؟ 4M all باور 2 ماينس A باور 2 يعني 3M ايضا all باور 2 اوفر A باور 2 3M all باور 2 ماينس البي باور 2 4M ايضا all باور 2. لما نيجي نجمع هذا الكلام، هي 4M all باور 2 تدينا ايه؟ 16M باور 2 ماينس 3M all باور 2 يبقى 9M باور 2 اوفر 9 هنا ايضا M باور 2 ماينس 4M لما نعملها all باور 2 بس 16. تعالى جمع تاني على مهلك، 16M باور 2 ماينس 9M باور 2 يبقى 7M باور 2، هنا العكس 9M باور 2 ماينس 16 يبقى نيجاتيف 7M باور 2. ال M باور 2 هتتكنسل وال 7 هتتكنسل، هتبقى 1 اوفر نيجاتيف 1 يعني فعلا نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. تعالى هنا السؤال ده، خلاص السؤال بيقول لنا اف 7 اكس ماينس 3 واي 2 اكس بلس واي ايكوال ايه؟ 3 2 1. قال لي فايند ذا فاليو اوف ذا ريشيو 12 اكس بلس 9 واي 2، وقلنا 2 يعني اوفر 11 اكس ماينس مين؟ 3 واي. هنعمل ايه؟ اول حاجه لازم اجيب ريشيو بين الاكس ومين؟ والواي عشان اقدر اشتغل. ما انا هحسب قيمه دي ازاي وما عنديش علاقه بين الاكس والواي، يبقى لازم الريشيو دي اخدها الاول واعمل لها سيمبلست فورم واجيب منها العلاقه بين اكس اند واي. دي 7 اكس ماينس 3 واي، بدل ما نخليها دول هنعملها اوفر اكس بلس واي ايكوال مين؟ 3 اوفر 1. ونعمل ايه بعد ذلك؟ طريق واحد هيمشي فيه،
وهو برودكت اوف مينز ايكوال برودكت اوف مينز علشان نفصل الفراكشن ده او الريشيو دي. هنعمل 1 تايمز 7 اكس ماينس 3 واي هتطلع هي نفسها ايكوال. هعمل 3 تايمز دول 3 تايمز اكس يبقى 3 اكس، 3 تايمز واي يبقى 3 واي. بعد كده نجمع الاكس في سايد والواي في السكند، نجيب ال 3 اكس هنا بالايه يا استاذ وال 3 واي تروح بالايه؟ يعني 7 اكس ماينس 3 اكس ايكوال 3 واي بلس كمان 3 واي صح؟ يبقى دول هنا 4 اكس هنا 9 ازاي؟ 6 واي. يبقى كده اكس اوفر واي يبقى اكس اوفر واي يبقى 6 اوفر 4. يبقى هنا ذن اكس اوفر واي ايكوال 6 اوفر ونعملها سيمبلس ايه؟ 4 وتطلع لنا كام؟ 3 اوفر 2. بعد ذلك نكمل حل عادي زي هنا. هنفرض على طول او نستنتج ان الاكس ايكوال 3، 3 مين؟ لازم كونستانت معاها. والواي ايكوال 2 تايمز نفس الكونستانت، الاثنين كونستانت واحد. ناخد دول ونعوض بقى هنا. الراجل عايز الفاليو بتاع 12 اكس بلس 9 واي اوفر، بدل خليها بدل 2 خليها اوفر احسن لك انت عشان تعرف تشتغل. 11 اكس ماينس مين 3 واي وتعمل السبستيوشن بتاعك. قلنا الاكس عندنا بكام؟ يبقى دي 12 تايمز 3 ام بلس 9. الواي عندنا هنا ايه؟ 2 ام اهي اوفر كده اوفر اوفر مين؟ 11 اكس يعني 11 تايمز 3 ام ماينس 3 تايمز واي يعني 3 تايمز 2 ام. تجمع على مهلك 12 تايمز 3 يبقى 36 ام بلس 9 تايمز 2 يبقى 18 ام اوفر 33 ام ماينس 6 ام ايكوال مره اخيره 36 بلس 54 وادي الام 33 ماينس 6 27 وادي الام صح ولا لا؟ اعمل السمبل الصفور يا عم الام هتتكنسل كان 54 اوفر 7 ايكوال 2 54 ديفايد 27 مش ديفايد باي 7 54 اوفر 27 يبقى ايكوال ايه؟ 2. طيب سؤال 11 جايب لنا ايه؟ اف 21 اكس بلس ايه اوفر 7 اكس بلس بي هذا الكلام ايكوال ايه اوفر مين؟ بي. خلاص هو قالك هنا اكس لازم ايكوال مين؟ زيرو لان معروف لو انت عامل اي ريشيو لما اعمل اد لاي نمبر فوق وتحت استحاله اصلا تطلع نفس الريشيو تطلع ايكوال ليها سوشيال بالظبط يعني المهم او هتطلع ريشيو المفروض مش ايكوال طالما بلس او ماينس ما تطلعش ايكوال نفس الريشيو تطلع مختلف. قال لي فايند ذا فاليو اوف ايه بلس مين؟ 2 بي اوفر 2 اي يعني لازم اجيب ريشيو باختصار بين الاي والبي عشان اقدر اعوض هنا. هنجيب الريشيو ازاي؟ يبقى نفس الرول تمام اللي عملناها هنا. برودكت اوف مينز ايكوال برودكت اوف مين؟ اوف اكس 3. اهو هعمل بي تايمز ده وايه تايمز ده. اشتغل كده معايا لو سمحت. مين جدع يقول لي بي تايمز 21 اكس يبقى 21 بي اكس ولا اكس بي؟ هي هي مش هتفرق. بلس ايه تايمز بي يبقى ايه بي ايكوال هعمل ايه تايمز ايضا الاثنين دول ايه تايمز 7 اكس يبقى 7 اكس اي او اي اكس. طب وايه تايمز بي يبقى بلس اي بي. الاي بي فعلا هتتكنسل لان الاي بي دي هي نفسها بالظبط واحده في الليفت وواحده في الرايت زي بعض. هيتبقى عندنا 21 اكس بي ايكوال 7 اكس اي. احنا عايزين نجيب مين؟ ريشيو بين الاي ومين؟ ها والبي او البي ومين؟ والاي اللي يعجبك. تعال نجيب اي اوفر بي. ها مين جدع يقول لي اي اوفر بي؟ يبقى 21 اكس اوفر 21 اكس اوفر 7 اكس يعني اعملها سمبل الصفر بتطلع 3 او 3 اوفر ايه؟ 1. الاكس هتكنسل مع الاكس و21 ديفايد باي 7 يبقى 3 3 اوفر 1. ده معناه ان الاي ايكوال وات ام يبقى 3 ام والبي ايكوال 1 ام او ام. دي كده الريشيو هناخدها ونعوض بيها هنا عشان نقدر نحسب الفاليو. يبقى الفاليو بتاعت الاكسبريشن اللي انت عايزه ايكوال A بلس 2 B قلنا الايه عندنا 3 M بلس 2 B يعني 2 تايمز M يعني 2 M خلاص 2 مين؟ 2 M بس اوفر مين؟
2A وقلنا الـ A كام؟ بـ 3M يعني 2 تايمز 3M يعني 6M ماشي اهو جمع بقى ساعتها كده النوميريتور هيديها 5M اوفر 6M الام هيتكنسل هيبقى عندنا 5 اوفر مين؟ يبقى 5 اوفر 6 تمام؟ بسرعة لو حد عنده السبورة طيب هل النمبر ده انت عارفه؟ لا يبقى عارفه احنا نفرضه زي يوسف قال اكس يبقى السؤال الثاني كده عشان الناس اللي مش معانا اللي نايمه وقاعده ورا هناك في الركن البعيد الهادي زي الناس اللي عليه ورا هناك السؤال بيقول لك فايند ذا نمبر فايند ذا ايه؟ يبقى النمبر ده انا مش عارفه هسميه اكس هقول له ليت ليت ذا نمبر ايكوال اكس طب النمبر ده ماله؟ اسمع كده قال لك that if it is added it is added to each of the numbers عندنا numbers 3 و 5 و 8 and 12 كمان هل دول proportional؟ هل دول proportional؟ ها ها حامل خليك معايا ثانية هل دول proportional أصلا؟ لا ليه؟ لأن 3 over 5 خلي بالك doesn't equal 8 over 12 صح لا دول فعلا مش equal هو عايز بقى النمبر اللي هنضيفه لكل واحد منهم علشان يبقوا مالهم بريبورشن يبقى نجيب النمبر ده هنسمي النمبر ده اكس يبقى 3 هنعملها اد اكس وال5 اد اكس وال8 اد اكس كل واحد نعمله اد نفس النمبر وهو مين الاكس علشان يتحولوا يبقوا ايه بريبورشن طب كيف يمكن ايجاد هذا النمبر هنعيد كتابتها تاني اهو 3 بلس اكس فيرست اوفر السكند ايكوال الثير اوفر الفورث تمام ومن هنا نقدر نشرط على نجيب الفاليو بتاعه الاكس عن طريق ايه؟ نجيبها ازاي؟ نعمل ايه؟ ما فيش غير هي طريق واحد كروس مالتيبليكيشن برودكت اوف مينز ايكوال برودكت اوف مين يا استاذ اكس تريمز يعني 3 بلس اكس تايمز 12 بلس كمان اكس ايكوال 5 بلس اكس تايمز 8 بلس كمان اكس عايز جاي حد يقول اعمل تايمز هنا ازاي؟ يبقى الطريقه سهله خالص الميه خالص اهو هتعمل 3 تايمز 12 و3 تايمز اكس ثم اكس تايمز 12 واكس تايمز وكده كده هنجمع في اللايت كده طب 3 تايمز 12 طب 3 تايمز اكس يبقى كده خلصنا دي 36 شكرا يا باشمهندس مش 3 اكس يبقى 3 تايمز 12 36 3 تايمز اكس يبقى 3 اكس بعد كده اكس تايمز 12 يبقى 12 اكس واكس تايمز اكس اكس باور 2 ايكوال نفس الحكايه هنا 5 تايمز 8 40 5 تايمز اكس 5 اكس اهي بعد كده اكس تايمز 8 8 اكس وخلي بالي من الساين طبعا هنا كلهم بوزيتيف وهنا اكس تايمز اكس يبقى اكس باور ايه ونعمل بقى السمبل الصفور اول حاجه عينك منها تبقى بوزيتيف اكس باور 2 دي ودي طالما الاثنين زي بعض واحده في الرايت وواحده في الليفت هيتشالوا مع بعض تعالى بقى جمع هنجمع هنا مين؟ هنسيب ال 36 ونجمع دول دول مجموعهم كام؟ الصم بتاعهم كام؟ 3 اكس بلس 12 اكس يبقى 15 اكس الاثنين بص ايكوال هنا هنسيب ال 40 ونجمع 5 اكس مع 8 اكس يبقى 13 اكس نعمل ايه بعد ذلك عشان نجيب الاكس؟ نجمع الاكس في سايد والنمبرز فين؟ في السكند سايد نسيب ال 15 اكس هنا ايه؟ ونجيب لها ال 13 بالايه؟ بالنيجيتيف او بالماينس ماشي ايكوال ال 40 مكانها هننقل لها مين؟ ال 36 بالنيجيتيف مين جاي يقول لي دول الصم بتاعهم ايه؟ اه مش سامع 2x ها ودول الصم بتاعهم ايه؟ 4 يبقى 2x equal 4 يبقى كده x equal 4 divided by 2 يعني ايه؟ يعني equal 2 يبقى معنى ذلك النمبر اللي انت عايزه ده then the number equal to صلى على النبي طب انا حليت السؤال وعايز تجد ان الحل ده صح بعد العناء والتعب كله نعوض يوم نعوض هنا حط مكان الاكس كام؟ 2 3 بلس 2 5 اهي اوفر اوفر مين؟ 7 5 بلس 2 8 بلس 2 8 بلس 2 10 12 بلس 2
بس هل فعلا ده ايكوال ده؟ هل 5 اوفر 7 ايكوال 10 اوفر 14؟ ممكن تعمل سمبل فورم هنا خلاص، ممكن تعمل 5 تايمز 2 هيدينا 10 و7 تايمز 2 هيدينا 14. ممكن ايه كمان؟ كروس مالتيبليكيشن 5 تايمز 14 هتيكوال 7 تايمز 10. خلاص ما دام بريبوشن يبقى لازم كروس لازم البرودكت مينز ايكوال برودكت مين اكس 3 لازم تحقق هذا الكلام. طب عندك في نفس البيج معلش سؤال نمبر 17 سؤال نمبر 17 حد يقرا كده؟ عايز حد يعرف يقرا؟ مفيش حد يعرف يقرا ولا ايه؟ يا حسي ايه ده يا ابني؟ حد يعرف يقرا؟ بقول لك اقرا مش بقول لك اشرح، في فرق بين اقرا واشرح. البروف ذات ايه؟ كوما بي كوما سي اند دي ار ايه؟ طب عايز حد يترجم لي ده بالماس، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ ايوه ربنا علشان اسمك نسمع لو سمحت يا محترم يا محترم علشان اثبت ان ايه بي سي اند اي اند دي ار بريبورشنال يبقى لازم اثبت حاجه من اثنين ان الاي اوفر بي ايكوال سي اوفر او اور ايه تايم دي ايكوال بي تايم سي اللي هم البرودكت بتاع الاكستريمز ايكوال البرودكت بتاع مين؟ المينز. لو قدرت تثبت دي او دي خلاص يبقى انت كده خلصت وثبتت السؤال بتاعك. هنعمل هذا الكلام ازاي؟ تعالى كده نشوف فكرتين من الاربعه اللي هو جايبهم. لو اخذنا الفكره مثلا الاولى جاب لنا A بلس B اوفر مين؟ B ايكوال C بلس D اوفر D. ازاي من هنا اقدر اسم D او D؟ اعمل ايه؟ كروس على طول، ما هو قال ده قد ده، ده ايكوال ده. خلاص يبقى دول كده بريبورشن. دول نفسهم كده ايه بريبورشنال خلاص، يبقى انا هعمل دي تايمز اي بلس بي ودي تايمز سي بلس دي اهو دي تايمز اي بلس بي برودكت اوف اكستريمز ايكوال برودكت اوف مينز اهو سي بلس دي اعمل تايمز معايا كده دي تايمز ايه يبقى دي اي او اي دي دي تايمز بي يبقى بي دي او دي بي ايكوال بي تايمز سي يبقى بي سي بلس بي تايمز دي يبقى بي دي. مين اللي هتشال هنا؟ البي دي هتشال من هنا ومن هنا يبقى البي دي هتتكنسل من هنا ومن هنا هتبقى فعلا ايه تايمز دي ايكوال بي تايمز مين اللي هي دي. خلاص اكتب بقى دي ماشي ما اكتبهاش ماشي انما دي كده تنفع عادي خلاص. لو عايز تكمل يبقى ثين ايه اوفر بي زي ما محمد بيقول اهو ايكوال مين ماشي دي تنفع ودي تنفع يبقى في العادة هستنى خلاص ان الاي بي سي اند دي ار ايه؟ ار افري واش تمام؟ عندك نقطة كمان مثلا نقطة نمبر 3 نعم؟ احل فوق اهي بلاش 3 نحل فوق قال لنا ايه في نمبر 4؟ اي سكوير ها ماينس مين؟ 2 سي سكوير ها مين يكمل؟ بي سكوير اوفر مين؟ ها 2 دي سكوير صح؟ قال لي كل ده ايكوال مين؟ A سكوير اوفر B سكوير، خلي بالك قال لك وير A B C اند D ار ايه؟ ليه قال بالصفر؟ لأن هنا ال B وال D ممكن يطلع لهم أو ال B وال A وال D هيطلع لهم أكثر من قيمة، قيمة بص بقيمة نيجاتيف يعني، عشان في باور 2 بس. تمام؟ طيب هنعمل إيه نفس اللي عملناه هنا؟ هو بالظبط يا أستاذ، نفس اللي عملناه بالظبط. معايا؟ ممكن نشتغل على طول؟ نوفر خطوة ايه باور 2 هعملها تايمز ده طب ايه باور 2 تايمز بي باور 2 ايه باور 2 بي باور 2 ماينس ايه باور 2 تايمز دي باور 2 يا رودينا يبقى 2 ايه باور 2 دي باور 2 ايكوال بي باور 2 تايمز ايه باور 2 يبقى ايه باور 2 بي باور 2 ماينس 2 سي باور 2 بي باور 2 اهو صح؟ اهو مين اللي هتشال؟ A باور 2 والبي باور 2 مع الـ A باور 2 هتبقى مين؟ نيجاتيف 2 A باور 2 دي باور 2 ايكوال نيجاتيف 2 سي باور 2 بي باور 2 هنا مين اللي هتكنسل؟ هكنسل نيجاتيف 2 مع نيجاتيف 2 ديفايدد باي نيجاتيف 2 هتبقى عندي ساعتها A باور 2 دي ايكوال سي باور 2 بي باور هنعمل ايه؟ تيك سكوير روت هنعمل ايه؟
عشان هنا ايه باور 2 دي احترق. كل قلنا كل دايما بنقول لما انت تعمل سكور وتبقى في بوص فوق ايه، عشان كده الراجل في السؤال قال لك الاي والبي والسي ودي مالهم بوزيتيف، يبقى ده معناها ان الاي تايمز دي ايكوال سي تايمز مين بي. وصلنا للريشن هو عايز، او الريشن الثاني اللي هي اي اوفر بي يبقى ايكوال سي اوفر مين اي اوفر بي ايكوال سي، او الاستاذ اللي بيتكلم اوفر دي فعلا، يبقى ده كده معناه ان اي بي سي اند دي ار بريبورشنال ايكوال. تمام.